أبي اليوم تقول لي كيف بدت قصتكم في التطوع في الحج؟ طبعا هذه المبادرة هذه من أقرب المبادرات لقلوبنا جميعا، سواء أنا وحتى أخوي خالد أو حتى كل الشباب اللي موجودين معنا في مؤسسة وقف شباب خير أمة. هذا البرنامج عندنا برنامج اسمه سوقي حاج أو ضيافة حاج، سنويا يقام في عرفات. تقريبا بدأنا فيه من عام 2017، توقفنا فترة كورونا، والسنة هذه ولله الحمد الرجعة بعد كورونا، فكانت المشاعر مختلطة على الشباب كلهم، وكل واحد متحمس وكل واحد يبغى يروح ويحضر في هالمبادرة ويكون يعني متواجد في خدمة ضيوف الرحمن. فأكرمنا الله سبحانه وتعالى وتوفقنا في أن نكون السنة هذه من ضمن خدام ضيوف الرحمن، ضيوف بيت الرحمن والحجاج، ولله الحمد والمنة. وطبعا هذه واحدة من عدة مسارات احنا نويناها في حج هذا العام. طبعا أنا وأخوي خالد رايحين برضو متطوعين مع المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي. السنة هذه في تكاتف للجهود وفي برضو تكامل للجهود بين وزارة الحج وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وأيضا المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي، وما تم هذا التكامل وهذا إلا يعني تحقيقا لرؤية المملكة 2030 بالوصول لمليون متطوع، برضو في تمكين المتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن اليوم الحجاج. احنا طبعا شاركنا في عدة مسارات مثل ما قلت لك، واخوي خالد طبعا اللي هو تميز السنة هذه صراحة كما هو متميز دائما وابدا، الله يعطيه العافية ويكتب اجره، في انه سلط الضوء على المواقف جدا جميلة، يعني مواقف صراحة يعني الواحد وهو يتكلم لها يحس يعني بفخر، يحس بشعور اللي هو يقول يعني الناس هذه وش قاعدة تسوي. كل المشاعر اللي ممكن تجي على بالك مختلطة في هالموضوع اللي هو في الحج. سلط الضوء عليهم، شاركنا معهم في المبادرات، أيضا أقمنا ونفذنا مبادراتنا السنوية اللي تقام كل سنة ولله الحمد، يعني نحس السنة هذه إنجاز يعني عظيم صراحة. وكل الشكر أصلا للقائمين يعني صراحة على عدة المبادرات. المبادرات هذه في وراها فرق عمل كبيرة وجهود كبيرة، يعني لما تتكلمين عن جهود وزارة الحج والمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي